عيون الأخبار. المفروضين تحت البعض وعملية بحث جارية إن شاء الله. أخرجنا عدة شهداء مصابين وحاليا في 3 أطفال من الموقع اللي نحن موجودين فيه حاليا. صاروخ إبراهيم، صاروخ مطار ياشين، مجرفي 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 محمد. امبارح الساعة 11 بالليل تم إلقاء برميل متفجر على هذا الحي، وطبعا يعني إخراج عدة مصابين، والحمد لله ما في كان شهداء، ولكن يعني صارت أكثر من بناية أو أكثر من مبنى تضررت، والحمد لله الأهالي هون صامدين وثابتين. طلع العالم كله راحة طفشت، مش عارفين مين صار يضرب على الناس. Good.
الله أكبر محلة الله أكبر يا رب جدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي سيارتنا سيارتنا الله أكبر الله أكبر يسرى قصف طلع الطيران المروحي بالكرابين المتفجرة طريتين شارع غازي عندها بالسرعة التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدفاع المدني يقوم بإصلاح الطرق الرئيسية المتضررة من الطيران المروحي يسرى القصف بالبراميل المتفجرة طريتين شارع غازي عندها بالسرعة التركية. هون كرم الأفندي تابع على الفردوس تابع على الفردوس؟ اي طب بالنسبة لوضع الخدمات هون بكرم الأفندي والله عدم الزبالة مكومة على طول هون كل الزبالة ومرتين قدمنا خدمات عليهم وعلى الفاضي وقعت مرة وزلمة بقلبه تمام ورجع وقع ولد صغير كمان لحقنا لحقة وما في طاول طاول ما قدمتوا هذا الشيء لمجلس الحي لمجلس المدينة لكن قدمنا لهم شكوتين مرتين ثلاثة وما استفدنا على الفاضي صار يطوف الكهرز لجوه على البيوت يعني حتى هون البق والهاد الصيف كله والله أكلنا أكل البق والدبان طب هذا مجبل الأشو الأشو هذا هون مش كانوا يجيبوا يفضوا شفت هالبراميل وهيك بجيبوا الوسخ بكبوه هون صووا مثل المزبلة سوى زبالة هون طلع لهون يعدوا على الفاضي ما قال فيه بيجوا بكنسوا الزبالة بيجوا بفضوا نص على الطريق وهن ماشيين أيوة طب سكان المنطقة انتوا هون تقريبا مش قد عدد سكان المنطقة هون في هون كانوا كله هون كله نزحوا من زتوا هالبراميل ضلينا نحن هون كم عيلة وفي لقدام سكان بس هون هالشوفة ما في غير بيتين ثلاثة طب ما حاولتوا تساوي شيء ما حاولتوا تعملوا شيء انتوا ما حاولتوا سكان الحي ما حاولتوا تنظفوا الشارع تزحلوا والله بننظف كل نهار بنكنس وبننظف على الفاضي برجعوا بعدوا اهل الزباله حيش السامعين من هون برجعوا بطلع من شيء شوي كنسنا طلع شلون الزباله عدوا من هون كبوا نصها اما تجوا شوي عدى الميتور هروا بالارض وما شالوها يعني على الفاضي طيب خلال فترة الصيف الله اجى فصل الشتاء خلال فترة الصيف اجى شي حدا بخ هون مبين بخوا بالحارات الورا هون ما حدا هون ما حدا لا لا طاول طاول بعدوا هيك بتعد بشوفهم بعدوا هيك من على الجادة بس من هون على الحارة هون ما دخلوا طاول بالشتاء الله شلون الوضع هون بالشتاء سيء سيء طاول لا حدا حتى الاولاد ما عم نخليهم يطلعوا برا وقت بصير مطر قد ما وطيان وهيك يعني والوسخ الصرف الصحي كله بالشتاء بطوف لبرا يعني فوت عنا على الحواش وبترو بتقدم يعني بترو بتقدم هنا 700 شكوى ما خرج يصالحوا كهريج اذا خرج كهريج ما خرج يصالحوا ليش هالدنيا هذا بعده كمان من سكان كرم الافندي من سكان كرم الافندي وانا ساكن بالحاره يعني بس صلحوا لنا الكهريج ما بدنا منكم شيء شو اتصل للوضع هيك يعني صار له تقريبا 6 شهور 7 شهور قدمنا 700 شكوى لا حياة من تنادي يعني ما خدمة سيئة يعني شيء
الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 24/10/2014 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. طبعا تزامنا مع تحليق للطيران المروحي في أجواء قرية الصياد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف بالبراميل المتفجرة على مدينة الرصة. الله أكبر. الله أكبر. البراميل الثاني على التوالي. الله أكبر. ثلاث براميل. الله أكبر. الله أكبر. 24/10/2014. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حركة تحرير حمص لواء أحفاد عثمان رمايات سجين لدعم أهلنا في الوعر. الله أكبر. ممتازي ممتازي. الله أكبر. غارة جوية على مدينة دوما يوم الجمعة 24/10/2014. الله أكبر. الله أكبر. دوما 24/10/2014. غارة من الطيران الحربي على المدينة. الله أكبر. دوما 24/10/2014. آثار الدمار جراء القصف العشوائي من طائرات الأسد على المدينة. الله أكبر. دوما 24/10/2014. آثار الدمار جراء القصف العشوائي من طائرات الأسد على المدينة في وقت سابق. الله أكبر. الله أكبر. دوما 24/10/2014. آثار الدمار جراء القصف العشوائي من طائرات الأسد على الأحياء السكنية في مدينة دوما. الله أكبر. الله أكبر.
الطريق وخلي عليك. ننادي كل من يقف ويتفرج علينا بأن يقف إلى جانبنا. نطالب الجميع بالوقوف في ساحات القتال. نطالب الصفوف المقاتلين أن يتوحدوا. نحن حرائي وعلى ذلك ناديكم يا من تجلسون في بيوتكم وفي تركيا. إن لم تنزلوا إلى الجهاد سننزل نحن. يا يابا دفاع المدني بكاميرتو صورنا وترى الغالي يا يما واقف صورنا والله وإذا بتنجح على حلب اليوم والله صورنا لحتى قبلك بين الهدايا. مبارك ان شاء الله زواجك. انا مبارك بعمرك. اول زواج؟ اول زواج نعم. في ثاني ولا ما في؟ ان شاء الله في. ان شاء الله في. الظروف وكل هالشهادات في فرحه بوجوه الشباب كلها. الحمد لله. الحمد لله. زواج عنصر بالدفاع المدني شيء خطير ولا ما خطير؟ لا مو شيء خطير. ما خطير لا بالعكس يعني الناس لازم الناس كلها لو مدني لو كان جيش حر ولا كان دفاع مدني يتجوز ما في مشكله. بالعكس كان احسن. احسن. الله يسلمك. دور داس وجي. صلوا على محمد وزين زين ركعونا وانيا صلوا عليه. عيون الأخبار.